فصل في بيان كلمة التوحيد وما يتعلق بها. قل لا إله سوى الإله لوحده أنعم بها من كلمة وشهادة، فبها دخول العبد في الإسلام، بل ولنفسه ولماله بالعصمة. هي أعظم الحسنات دون منازع، بل تلك مفتاح لباب الجنة. من مات منا وهو يعلم حقها دخل الجنان وإن أصيب بحرقة. هي أفضل الأذكار، بل هي يا فتى من أثقل الأشياء بكفة وزنة. من قالها بالشرط ينجو من لظن، وبها يكون العبد أهل شفاعة. قالوا ومعناها بألا يعبدا بالحق إلا الله دون شراكة. وجميع تفسيرات أهل الغي لا تأبه بها، فهي الضلال برمتي. وشروطها علم وإخلاص كذا، ومحبة وكذا يقين حقيقتي. صدق قبول وانقياد جوارح، والكفر بالطاغوت تلك عقيدتي. إن قيل ما الطاغوت، قل هو ما غلا أحد به بعبادة أو طاعتي. ورؤوسهم إبليس فهو كبيرهم، والحاكمون بغير حكم الشرعة. ومن ادعى علم الغيوب وكالذي يدعو العباد لنفسه بعبادتي. والحكم جزما بالشريعة واجب فرضا على من كان أهل ولايتي. في الحكم بالقانون تفصيل أتى، ويكون أكبر في أمور خمسة. في واضع القانون أو في حاكم، لا يحكمن بغيره بالبتة. ويوظفن له القضاة محاربا حكم الشريعة في جميع البلدة. لا يحكمن بأي شرع مطلقا، فالكفر أكبر دون أية مرية. أيضا إذا اعتقد الجواز أو اعتقد تفضيله أو زعمه بسوية. ويكون أصغر إن حكمت لشهوة مع ظن تحريم بلا ديمومة. أما التحاكم عن رضا وإرادة هو أكبر، لا إن خلا عن رغبة. بل كان يحمله ضياع حقوقه، فالشرع يرفع كل نوع مضرة. وهنا قواعد جمة وكثيرة في الكفر قررهن أهل السنة. فالكفر حكم الشرع ليس لنا به من مدخل، بل بالدليل الثابت. والكفر بالأوصاف والأعمال لا تجعله للأعيان دون تثبت. من شرطه أيضا وفقد موانع، وبيان ذلك في شروط ستة. عقل بلوغ هكذا، علم كذا مع قصده لا مخطئا بإرادتي. مع نفي تأويل وحاذر يا فتى تكفير شخص بالهوى والظنة. والكفر إن كان اجتهادا منك لا تلزم به أحدا، فذا من جرأتي. ولوازم الأقوال لا تحكم بها إلا إذا التزمت بعيد العرضة.
واحذر فلا تنطق بتكفير امرئ ظلما وعدوانا بباب عقوبتي، واطلب معاذير الكرام ولا تكن فظا غليظ القلب شين الظنة، لا تحكمن على امرئ بالكفر في خلف جرى في عقد أهل السنة، والمسلم المعصوم جزما يا فتى لا يخرجن بظنة عن شرعتي. قالوا والاستحلال ليس بلازم خلفا لمرجئة بكفر أصالتي، وحكاية الكفر الصريح رضا به كفر وإن تخلو فنوع حكايتي. قالوا ونحن ببابه وسط فلا تفريط فيه ولا غلو ضلالتي، والكفر قل كفران كفر أكبر وكذاك أصغر قسمة بأدلتي. قالوا فأكبره تباح به الدماء والمال مع حكم عليه بردته، وكذاك نبرأ منه بالإطلاق لا يبقى له في القلب أي مودتي، والأصغر الأدنى يكون بضدها ومنكرا إن جاء بنص السنة، والشرك قل نوعان شرك أكبر أيضا وأصغر عند أهل السنة، والفرق عين الفرق فيما قد مضى لكن نفيدك هاهنا بزيادتي. فالشرك الأكبر أن تسوي يا فتى بالله مخلوقا بكل وقاحتي، فيكون ندا للإله مساويا فيما لربك من حقوق عبادتي، والشرك الأصغر فيه تسوية كذا لكنها صغرى بمطلق شركتي، ويكون أكبر إن يزد تنديده في القلب حتى يعظما بزيادتي، والشرك أعظم ما نهي عن فعله هو أعظم الظلم القبيح بشرعتي. قالوا وأول ما أتانا الشرك من باب الغلو بصالح أو ميتي، لما أتى الشيطان أقواما لهم من بعد أن ماتوا بصورة نصحتي، قال انصبوا صورا لهم وتذكروا أفعالهم فتحولت لعبادتي، فحذار من باب الغلو فإنه بوابة لفساد كل عقيدتي، إن الغلو بلية قد أهلكت أمما فكانوا مضربا للعبرة، وحذار من شرك المقابر يا فتى فالشرك أغلبه عبادة ميتي، لا تتخذ قبر الولي مصليا أو تبنين عليه أي بنايتي، لا تتخذه هديت عيدا دائما أو تكتبن عليه أي كتابتي، لا تذبحن له ولا تركع ولا تتوجهن له هديت بسجدتي، واحذر طوافا بالقبور فإنما هذا الطواف يكون حول الكعبة، لا ترمين عرائض الشكوى ولا ترجو من الأموات أي إجابة، إياك والتجصيص والتزويق أو تزيينها بزخارف ورخامة،
إياك لا تضع الستور ولا تضع غصنا ولا تتبركن بتربتي لا تسرجن هديت مقبرة فذا ذنب وفاعله يبوء بلعنتي إن اعتكافك عند قبر بدعة عظمى وقد تفضي لحفرة ردتي واحذر صلاة في المقابر يا فتى إلا إذا كانت صلاة جنازتي واحكم ببطلان الصلاة بمسجد إن كان فيه هديت جثة ميتي وضع الزهور على القبور بلية وكذاك رش الطيب ليس بسنتي واحذر فلا تشدد رحالك يا فتى للقبر سدا محكما لذريعتي وزور القبور زيارة شرعية وهي التي تدعو بها للميت أو كان للذكرى وأنك ميت من غير تحديد الزمان بزورتي إلا النساء فما لها حق بها لأدلة صحت وسد ذريعتي وزيارة الكفار ليست للدعاء بل لارتداع قلوبنا عن غفلتي إن القراءة في المقابر بدعة أيضا وطول وقوفهم مع سكتتي وكذا قراءتهم لأم كتابنا بل لا تسن هديت أي قراءتي حتى ولو ياسين فهو مضعف فيه أبو عثمان قرن جهالتي لا تتبعن هديت أي جنازة بالنار أو بالصوت أو بنياحتي إياك والصدقات عند قبورهم ليست لها في الدين أي مزيتي لا تعتقد أن الدعاء بفنائها عند القبور مفضل في الشرعة بل ذاك من تلبيس إبليس الذي هو بدعة في قول أهل السنة فإذا سددنا ذلك الباب الذي خرجت لنا منه قبائح بدعتي فستنتهي صور من الشرك الذي عمت بها البلواء في المعمورة إن النفاق كبيره وصغيره جرم فأكبره قرين الردة في أسفل الدركات يخلد أهله وله صفات عند أهل الملة كفر القلوب مع استقامة ظاهر بغض الرسول وبغض حكم الشرعة وكذاك إيذاء الرسول وكرههم لعلو دين الله فوق الهامة وكذاك بغض الصالحين ونبذهم وكذلك استهزاؤهم بالسنة فهم العدو حقيقة فاحذرهم بل هم على الإسلام شر بلية خذهم بظاهرهم وأما سرهم فمفوض لله دون قرينة وصغيره كذب الحديث وغدرهم عهدا وإخلاف الوعود بخدعتي وتملق للظالمين كذلكم وفجورهم عند اشتداد خصومتي بل والرياء كذلك التسميع من أوصافه وخيانة لأمانتي ترك الجهاد وترك تحديث به أيضا وبغض القلب بعض الصحبة
ونواقض الإسلام مجملة لدى أهل الهدى مجموعة في عشرة. فالأول الشرك الكبير وقد مضى، وكذا اتخاذ العبد أي وساطة، يدعوهم أو يستغيث بهم إذا حلت به في الدهر أية كربة. والله ما بين العباد وربهم أي في دعاء حجب أي خليقة. أفضاله قد فتحت أبوابها، فاسأل مباشرة بدون وساطة، حتى وإن كثرت ذنوبك يا فتى فالله يغفرها بعزمة توبتي. فهو القريب يجيب دعوة من دعا من غير واسطة بنيل إغاثتي. ليس الملائكة الكرام والأنبياء والأولياء وسائطا بإجابتي، بل كلهم خلق له وعبيده لا يملكون بكونه من ذرة. فاسأله دون وسائط من خلقه إن رمت توحيدا صحيح البنية. ومن النواقض يا فتى السحر الذي يتضمنن تعبدا للجنة، فالسحر هذا لا يكون بلا مرا إلا بكفر بالإله وشركتي. والسحر حق واقع وحقيقة، فيجن عقلا أو يصيب بعلتي، ويكون تخيلا، وغالب أمره يسعى لهدم علاقة مع زوجتي. هي ضربة بالسيف حدهم متى حصل اعتراف أو ثبوت شهادتي. أما استفاضة أمرهم بين الملا فتكون في باب القضاء كقرينتي. وكذا الكهانة عندنا كفر لما فيها من الدعوى بعلم الغيبة، لا تأتهم لسؤالهم عن حاجة فيؤول أمرك يا فتى لخسارتي. فلئن سألت فأجر ما صليته في أربعين فباطل بأدلتي. والكفر إن صدقتهم ولقد أتى خلف فقيل القصد كفر الردة. والبعض قال بأنه في أصغر، والحق تفصيل الغيوب بشرعتي. فالغيب نسبي وغيب مطلق، فيكون أصغر في رحى النسبية. أما إذا صدقتهم بقسيمه فيكون أكبر مخرجا عن ملتي. هذا لقوة شبهة في أول، لكنما الثاني فلا من شبهتي. وطريق حل السحر شرعا يا فتى بوجوده وبحله مع قدرتي، أو بالدعاء أو التعاويذ التي ثبتت، وبالقرآن أي بالرقية. قالوا ومن شرط الرقى في شرعنا أن تقرأ أن هديت بالعربية، وبأن تكون من القرآن أو الدعاء لا بالخرافة أو لسان العجمة، وبأنها سبب، وربك يا فتى هو من يمن حقيقة بالرحمة. والأصل في باب الرقى توقيفها، فاقرأ ولا تفتح جحيم البدعة. قالوا وليس يجوز شرعا يا فتى حل بسحر مثله بأدلتي،
فالسحر ليس طريق مدح للشفا بل للدمار فبئسها من نشرتي. قالوا وأعظم ما يقيك شرورهم أذكار شرعك في الصباح وليلتي. وقراءة القرآن والطول به وتصبح سبعا بتمر العجوة. ومن النواقض أن ترى مستهزئا بالدين والقرآن أو بالسنة. بمقالة وإشارة ودليلها كفر الذين استهزأوا بصحابتي. من سب رب العالمين ودينه وكتابه فاحكم عليه بردتي. قالوا ومن سب النبي فإنه ذو ردة والحد حد القتلة. من غير شك واستتابته بها خلف وفي التحقيق نفي التوبة. وكذا من اتهم المبرأة التي هي حبه فاحكم عليه بردتي. يا رب فلعن كل متهم لها من بعد حكمك في نزول براءتي. بل من تخوض في حما أزواجه فيما يخص العرض باء بلعنتي. ومن النواقض بغض شيء يا فتى مما أتى تقريره في الشرعة. أي بغض تشريع وليس بوارد بغض النساء تعددا للغيرة. كتب القتال وفيه كره طبيعة وكذا الوضوء على المكاره يا فتي. ومثاله بغض التحاكم للشريعة أو كراهية الحدود بملتي. وكذاك تفضيل الرجال على النساء في بعض أحكام وحجب المرأة. من لم يكفر مشركا أو كافرا أو قال مذهبهم قرين الصحة أو شك فيهم شك قلب حكمه في الشرع إجماعا يبوء بردتي. فعليك إظهار البراءة منهم فالكفر بالطاغوت ركن الملة. قالوا ولا يدخل سوى من كفره قد كان بالإجماع أو بأدلة. والكفر عن نظر فليس بداخل وعليه قول جميع أهل السنة. ومن النواقض يا فتى الإعراض عن إسلامنا لا يعملن بشرعتي. أعني به الإعراض دوما مطلقا لا مطلق الإعراض فافهم قسمتي. ومن النواقض أن تكون مواليا كلا لأهل الشرك والوثنية. أي باطنا حبا لكفرهم فمن يتولهم من قلبه فلردتي. يرضى بكفرهم ويرجو نصره وعلوه سعيا بكل إعانتي. تلك التي حكموا على أصحابها بالكفر لا في غير تلك الصورة. أما الموالاة التي في ظاهر لا في الفؤاد لرغبة أو رهبة. فنقول تلك محرم وكبيرة لكنها ليست تؤول لردتي. ودليلها ما في الصحيح لحاطب في قصة معروفة مشهورة. فلقد تولاهم ولكن ظاهرا لا باطنا بمودة ومحبتي.
لكن أراد بأن تكون له يد لحماية الأموال والذرية، فعفى رسول الله عنه ولم يدع عمرا ليقتله بشر القتلة، بل قال إن شهوده بدرا له كفارة عن أي جرم كبيرة، لو كان كفرا ما جناه لما عفى عنه بدون إنابة وشهادة، لو كان كفرا ما جناه لما سأل عن فعله مستفهما لحقيقتي، لو كان كفرا لم تكن بدرا له في مذهب العلماء بالكفارة، لو كان كفرا ما دعاه الله بالإيمان وصفا في ابتداء الآية. والجمع بين أدلة الوحيين مع إمكانه من واجبات الشرعة، فصل فإطلاق المقالب لا هدى قد جر أعظم علة وبلية، قالوا ومنها ما يجوز تقية وضرورة من باب كشف مضرتي. هذا وخير الهدي هدي محمد، لا هدي أكمل منه في المعمورة، من فضل النهدى سواه فمارق عن ملة الإسلام بالكلية، أو قال حكم سواه خير يا فتى من حكمه فاحكم عليه بردتي، أو قال في مقدورنا أن نخرجا عن مقتضى أو هدي حكم الشرعة، كالخضر مع موسى فذلك كافر في قوله من دون أية مرية، فالخضر ليس بشرع موسى ملزم إذ كان في التحقيق أهل نبوتي، والخضر مات على الصحيح وليس في تخليده في الشرع أي أدلة، وجميع ما يروى بطول حياته كذب ومختلق من الصوفية، لو كان حيا في حياة محمد لأتى وبايعه بدون روية، ولجاهدن هديت تحت لوائه ولما اختفى عن ذاك في البرية، قصص يزخرفها الأبالسة الأولى كذبوا عليه فبئسها من كذبتي، لا يقرن المخلوق بالخلاق في واو بأمر تعبد ومشيئتي، أي لا تقل ما شاء ربي وشئته واعطف بثم كما أتى بأدلتي، والقول في لولا وحسبي هكذا أي ثم لا بالواو عطف خليقتي، أي ثم لا بالواو عطف خليقتي.